حديثنا يا استاذ. ليه احنا دايما لما نيجي نتكلم عن وقعه قدامنا ننتقل لوقائع اخرى؟ انا بتكلم عن وقعه معينه، حضرتك سالتيني ايه اسباب الايقاف؟ حضرتك انا دلوقتي قلت لك الاسباب اللي هي ذكرها الاتحاد الدولي. هل المهندس هشام نصر، السؤال بس، هل المهندس هشام نصر ليس له حق التظلم؟ ليه يتظلم في اول درجه وثاني درجه ويلجا للكاس؟ استاذ بليل، هل يوجد اضطهاد ما بين هشام نصر والدكتور مصطفى؟ هل يا فندم الاضطهاد ده جه في 24 ساعه؟ ما المشكله بين المشكله ده رئيس اتحاد دولي دفق على قمه الهرم في العالم قمة كله. قمه الهرم ايه؟ في العالم يا كله يا استاذ المدعي الالماني، يا استاذ هشام نصر عمل ضبط واحضار الحسن مصطفى يا والشرطه الاسلحه. كمل دي، طب ما اديله فرصه يكمل وجهه نظره عشان الحلقه السويسريه تخلص. اقتحمت بيت حسن مصطفى وفتشت مقر الاتحاد الدولي بتهم فساد في الاتحاد الدولي. اوعى تقول ان على راس الريشه. يا بقول لك لا لا ليس ملاك الحضاره. يا استاذ لا انا لا اتفق على انه ملاك او خلاف. لا 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 ليس ملاك، لكن ده قيم، ده رئيس اتحاد دولي وراجل مصري. الشرطه السويسريه اقتحمت ولا لا؟ راجل مصري، راجل مصري. هل في اتهام حضرتك في ادين الدكتور حسن مصطفى في حاجه؟ انا بقول لك، انا بقول لك واقعه. هل ادين يا فندم حصلت ولا ما حصلتش؟ يا فندم لحظه بس، انا يا فندم انا اذكر عن حركه. هل ادين؟ هل ادين؟ عاوز اسالك سؤال برضو عشان انا انت بتطول في الاجابه ليه يا استاذ؟ اتفضلي يا فندم. انا اولا عايزه انا سالتك سؤال، هل يوجد اضطهاد ما بين هشام نصر والدكتور حسن مصطفى؟ لا يا فندم لا يوجد، لا يوجد خلاف ولا لا يا فندم لا يوجد. طيب ما يقال على السوشيال ميديا، ما يقال على السوشيال ميديا ان سبب الخلاف ما بين هشام نصر والدكتور حسن مصطفى هو الانتخابات، صحيح ام لا؟ هل يا فندم الدكتور حسن مصطفى هيترشح الانتخابات؟ انا بسالك، غير صحيح، غير صحيح، لان الدكتور حسن مصطفى مش هيترشح. بتقول ايه يا استاذ هشام؟ انا بقول صحيح استبعاد هشام نصر علشان يبعد عن الحركه الرياضيه في مصر للانتخابيه. للانتخابيه واحد. هو ليه حسن مصطفى في معارك بينه وبين هادي فهمي؟ لصالح مين يا استاذ عبد الشافي؟ ماشي شايف. لصالح ليه ما يراه من اصدقاء جدد؟ ما هو كان صديقه، في شله اسمها شله الغردقه. ايه اللي حصل؟ طب يا استاذ بليغ ايه اللي حصل؟ ما دام كانوا اصحاب وده رئيس وده كمان في بوزيشن مهم، ايه اللي حصل؟ هو احنا ليه مش راضيين نقتنع انه الاتحاد الدولي هو اللي خدعه؟ حضرتك يا فندم كان في بطوله دلوقتي، في بطوله تقام في قطر، ورئيس الاتحاد القطري رئيس البطوله ورئيس اللجنه المنظمه نائب رئيس الاتحاد الدولي للتنس الطاوله. إيه تم ايقافه، تم ايقافه يا فندم. جوزيف بلاتر قال لك حسن مصطفى جلب العار للرياضه العالميه. انا ما سمعتش جوزيف بلاتر، انا عندي التصريح. لا انا ما سمعتوش يا فندم. مكتوب لو قالها لا يا فندم، انا لو قالها انا كما سامح. بص يا فندم خلينا نقول تفاصيل. جوزيف بلاتر قطر بتجنيس 40 لاعب يلعبوا باسمها في كاس العالم وخدت وصف العالم. جوزيف بلاتر هو من ثبت انه فاسد وتم استبعاده. فاسد المهندس. بص يا فندم رموزنا اي عضو، اي واحد نختلف معاهم او نتفق معاهم في مصر يا استاذه، لكن لا نقلل من شانهم واهميتهم الدوليه. يا سيدي انا مش المهندس الدكتور حسن مصطفى، الاستاذ هنا بريده، نختلف معاهم محليا كما نشاء، لكن دول ليس له علاقه بهذا الموضوع. موجوده اي رئيس اتحاد دولي لا نقلل من شانه.